الإضافة اللي تفضل فيه زميل الأستاذ ناصر، الفكرة أنه في بعد كل عملية اغتيال المفروض أنه الذي يحدث على الشارع الأمريكي أن تحدث هناك تغيرات جذرية على الشارع. هل حدثت تغيرات جذرية وتحديدا فيما يتعلق بقوانين حمل السلاح؟ في جميع المحاولات السابقة التي حدثت لم نشهد للأسف تغييرات في موضوع قوانين حمل السلاح، بالعكس بقيت الأمور كما هي. لماذا؟ لأنه في النهاية الذي يسيطر على الساحة في موضوع حمل السلاح ليس بالضرورة المرشحين أو حتى الرؤساء، وإنما هناك مؤسسة عسكرية ونقابات عمالية متعلقة بحمل السلاح هي المسيطرة على ولكن المشهد. يعني أنا أسف للمقاطعة، فقط من يصل أو من يستطيع أن يصل إلى مئات أمتار من مرشح رئاسي ويخترق الخدمة السرية وكل صحيح. هذا الأمن ليس بالصعب عليه أن يحصل على سلاح صحيح. يعني مسألة وجود السلاح قد تؤثر على العنف. في المرة الأولى كان بعيد تقريبا 120 متر بس تقريبا. واضح أستاذ زهير أن هناك سهولة جدا في الحصول على السلاح بغض النظر عن عمر أي شخص يستطيع الحصول على السلاح. وفي حال وجد وتوفر السلاح بين أيدي الجميع أصبحت عملية ارتكاب الجريمة سهلة جدا، وهذا ما رأيناه في عدة محاولات. طيب خلينا نذكر سأخذ كلمتك ولكن ومن بعدها سأذكر بموضوع السلاح. طالما نتحدث عن السلاح نحن حاولنا جمع بعض المعلومات الخاصة بالتسليح داخل الولايات المتحدة.